رجل بطريق طويل وحدثت عليه جنابة في أثناء الطريق فلم يجد ماء يغتسل به، فهل يجوز له أن يصلي وهو نجس أم كيف يفعل؟ هذا سؤال أخ سين عين من الرياض. أصابته نجاسة، بل جنابة جنابة في أثناء الطريق ولم يجد ماء يغتسل به وهو بطريق طويل، فهل يجوز له أن يصلي وهو نجس أم كيف يفعل؟ يتيمم. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهذا الذي في الطريق وليس عنده ماء والطريق طويل، هذا يتيمم، يعني يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجهه وكفيه ويصلي. والتيمم يقوم مقام الماء عند عدم الماء، والحمد لله. نعم، الحمد لله.